مرحبا شباب، مع أول فيديو من فيديوهات ملاحظات على السريع سنوية بدون قلم. هنبدأ النهاردة مع مجموعة ملاحظات كده سريعة، إزاي حضرتك تتقن اللغة الإنجليزية أو قواعد الإنجليزي بتاع الثانوية وأنت حاطط رجل على رجل. وهنبدأ مع أول ملحوظة مع الفيرب جيت. جيت يا ولاد اولا لها معاني كتيره جدا، بس جيت لو جاء بعديها شخص ثم تو والمصدر بمعنى يقنع. انا بحاول اقنع حد بحاجه، فبقول ماي داد جات مي، ابويا اقنعني تو كلين هيز كار يسترداي، بابايا اقنعني ان انا انظف عربيته امبارح. يبقى هنا جات المفعول اللي هو مي الشخص يعني ده، طبعا تو المصدر، ماي داد الفاعل، got me. ايه ده؟ ايه اللي جاب got من كلمة get؟ عايز تقول ان get ممكن اجيبها في اي زمن، got gets will get في المستقبل is getting. طيب يلا كده يا شاطر قول لي او حاول تقول لي ان مامتي اقنعتني ان انا اقبل بالعريس، فاقولها ازاي؟ اقول my mom got me، او بلاش مي، انا got my sister، اقنعت اختي انها تقبل بالعريس، او اللي بقى to accept ها الايه العريس. ده مين بقى؟ the groom. groom معناها العريس. يبقى انا عندي هنا got اختي تو المصدر، يبقى جيت الشخص تو المصدر بمعنى ها يقنع شخص بعمل شيء. دي الملحوظة رقم واحد. نيجي للملحوظة رقم اتنين، ألا وهي الصفات المركبة. الصفات المركبة عليها عبء كبير جدا أو حمل كبير جدا في الثانوية العامة، وطبعا هي موال كبير. اشهر او اول واسهل شكل من اشكال الصفات المركبه في الانجليش ان انت بتجيب الظرف في اللغه الانجليزيه الادفيرب، يعني الادفيرب اللي هو اللي احنا بنسميه الصفه اخرها ال واي او صفه غير منتظمه زي ويل، بروح ماسك الظرف واجيب بعديه التصريف الثالث من اي فعل، الاتنين كده على بعض يتحولوا لصفه مركبه. مثال كده بسيط، لما اقول ان الحفله كانت ويل organized، well organized يعني كانت جيدة التنظيم، يعني منظمة بشكل جيد. أقول العكس بقى إنها كانت badly organized. فلو خدت بالك well الظرف من good، badly الظرف من bad، حطينا بينهم حاجة اسمها hyphen اللي هو شرطة كده، أوكي، عشان تكون صفة مركبة well organized تصريف ثالث او badly organized. طيب اشهر صفة مركبة من غير ما تاخد بالك من ايام تقريبا اولى او تاني اعدادي well known، طبعا قلنا badly organized يعني سيئة التنظيم. طيب well known يعني معروف او بتساوي كلمة famous مشهور. على وزنها بقى انت ممكن تكون صفات كتيرة جدا. اقول والله ان الاسي اللي انت كتبته، المقال اللي انت كتبته كان badly written، تصريف الثالث من write. يعني ايه badly written؟ يعني مكتوب بشكل كويس، بشكل وحش. اوكي اقول ان الاوضة اقول عليها انها مثلا poorly lit، التصريف الثالث من كلمة light ينور، فلما اقول الاوضة انها poorly lit يعني سيئة الإضاءة. طيب واحد كده مش بلمب، مش ما شاء الله كده، مش مالي جسمه مليان، لا ده واحد رفيع جدا، فأقول عليه مثلا زي الناس إخواننا اللي موجودين في أفريقيا، أقول عليهم إنهم badly fed من كلمة feed يطعم، يبقى badly fed يعني سيء التغذية. دي كلها صفات مركبة، بجيب الظرف أو الحال اللي هو الأدفيرب وأحط عليه تصريف ثالث past participle بيكونوا لي صفة اسمها صفة مركبة. نوصل دلوقتي للملحوظة الثالثة والأخيرة عندنا النهاردة، اللي هي حاجة اسمها have السببية أو get
السببية. هاف السببية أو جيت السببية. يعني إيه هاف السببية أو جيت السببية، أو بيسموها الكوزيتيف هاف؟ عبارة عن هاف أو جيت، بتجيب لي هاف الفيرب هاف بأي شكل من أشكاله، هاف أو هاز أو هاد أو ويل هاف، جيت جيتس جت ماشي، ويل جيت از جيتنج، وبجيب بعديها المفعول ثم التصريف الثالث. معناها ان مش حضرتك اللي بتقوم بعمل هذا الشيء، لا، انت بتحصل على الخدمة جاهزة. معناها يحصل الشخص الفلاني ده اللي في اول الجملة يحصل على هذا الشيء جاهز، معمول جاهز. مين اللي عمله؟ another person، شخص اخر. مين بيتفهم من المعنى؟ لما اقول yesterday امبارح I had او I got my hair cut، لو ترجمتها حرفيا انا حصلت على شعري محلوقا، بس طبعا دي ترجمة كلابي شوية. اقول I had my hair cut يعني انا حلقت، بس مش انت الباربر، مش انت الباربر الحلاق، لا، انت حصلت على الخدمة جاهزة. انت رحت عند الحلاق اديت له البصلاية شعرك يعني او دماغك، حلق لك، وطبعا حضرتك طلعت وانت شكلك غريب شوية. يبقى I had او I got ثم my hair اللي هو المفعول، والتصريف الثالث cut، لان cut cut cut. لما اقول I had my lunch prepared، حصلت على الغداء بتاعي جاهز. مين اللي عمله؟ مامتك او اختك. last week الاسبوع اللي فات I had، او ينفع اقول برضو I got my car fixed. انا مش انا الميكانيك اللي صلح العربية، لا، انا حصلت على الخدمة جاهزة. I had my car fixed. طيب على وزنها بقى حضرتك، احنا اخدنا مع بعض في سنة اولى بنقول ان الجماعة الدونرز اللي هم المتبرعين بالدم مالهم بقى؟ اقول الدونرز مالهم have their blood pressure، ها لو تفتكروا، examined tested، ماشي كده. طيب measured، يبقى مش هما اللي هيكشفوا على blood pressure ضغط الدم بتاعهم، لا، ادي have ال blood pressure بتاعهم measured examined tested، تصريف تالت. يبقى مين اللي بيعمل ده؟ تقريبا النيرسز، ماشي، وهما بيحصلوا على الخدمة جاهزة. اوكي، طيب، وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة من ملاحظات على السريع، وسلام.